بكم كل اعزائي المشاهدين والمتابعين اهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربيه الحبيبه والشقيقه حلقه جديده النهارده وطبعا اللي بيسيطر على كل وسائل الاعلام المحليه والعالميه هو مطش او مباراه اليوم مباراة المغرب أمام فرنسا ومن أهم الأخبار عندنا الكمبيوتر يقول كلمته توقعات الكمبيوتر وتوقعات جوجل تقول كلمتها وهذا هو مصير المغرب أمام فرنسا وهنعرف التفاصيل بعد قليل عندنا كمان عاصفة مطرية تتطور خلال ساعات وخمس دول عربية في عينها كمان عندنا أوروبا مقبلة على كارثة شعوب الغرب مهددة بالإنقراض والمعلومة الطبية أو الصحية أو المعلومة المفيدة حسب ما طلبتم حضراتكم تسعين في المية طلب وجود معلومة صحية مفيدة في كل فيديوهاتنا فهذا ماذا يحدث لجسمك عندما أو عند تناول البروكلي المسلوق والإجابة ستفاجئك يلا بينا نشوف الاخبار بالتفاصيل وقبل ما نبدا بفكر حضراتكم بعمل اللايك للفيديو ما تبخلوش علينا بيه لامر لاستمراريه القناه فيا ريت لو عملت اللايك دلوقتي اكون شاكر لحضرتك مقدما عشان نركز في القادم كمان يا جماعه ما توقفوش المعلومه عند حضراتكم يا ريت تنشروا الفيديو في كل مكان لتعم الفائده على الجميع وتدعموا القناه فيا تعمل شير ونشر للفيديو في كل مكان دلوقتي ويعني اي حد جديد وعايز يوصله كل جديد في كل ساعة وكل لحظة هتشترك في القناة وهتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو اللي مكتوب عليه اشتراك او سبسكرايب ليصلك كل جديد في كل وقت واخيرا وليس اخرا مع العواصف والكوارث وال والشتاء القادم والبرد القارس والحروب اللي احنا فيها هنقول دايما اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين آمين هنقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها ويا ريت يا جماعة هتقول آمين مش هتخسر أي حاجة لو قلت آمين بل يمكن تتفتح لك أبواب كتيرة جدا يلا بينا نشوف الأخبار ونبدأ بالخبر الأول والتفاصيل بتقول إيه معانا المعلومة الصحية او المعلومة الطبية وده برضو حاجة جديدة بتاريخ امس الثلاثاء 13 ديسمبر واحنا بنتكلم دلوقتي يوم آه الاربعاء 14 ديسمبر آه اليوم المنتظر لمباراة المغرب وفرنسا والاول هنشوف هنا بيقول ايه، ماذا يحدث لجسمك عند تناول البروكلي المسلوق والاجابه ستفاجئك. طبعا البروكلي شكله اهو هو زي ال... احنا بنسميه في مصر القرنبيط ولكنه اخضر، يعني القرنبيط لونه عاطي بالبياض ولكن ده الجزء الخارجي منه لونه اخضر خالص. فمش عارف ليه اسامي عندكم في دولكم العربية مختلفة عن البروكلي ولا لا ولكن ده في فرق ما بينه وبين الارنبيط او القرنبيط علشان تعرفوا الفرق ان ده اخضر من الخارج والقرنبيط لونه عاطي للبياض اكثر يعني ونقرا تتنوع فوائد البروكلي المسلوق فهو يحتوي على عناصر غذائيه كامله وهذا ما يحدث لجسمك عند تناوله باستمرار الحمايه من امراض السرطان الخطيره الوقايه من الامراض المزمنه مثل سكتات الدماغيه وتصلب الشرايين والسمنه وغيرها من الامراض المزمنه العمل على خفض نسبه الكوليسترول في الدم تقوية العظام وجعلها صلبة لا يتم كسرها بسهولة، الحماية من الشيخوخة المبكرة، منح البشرة والجلد الرطوبة والحيوية، التحس التحسين من عملية هضم الطعام حيث إنه يقوم بإزالة الإمساك المزمن، وتخليص الجسم من السموم والتهابات المعدة الموجودة بالمعدة، وتقوية وتعزيز الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد الشديدة يعني يا جماعة صيدلية كاملة ومعجزة ربانية أخرى في خلقه وفي نباتات اللي ربنا منحنا إياها فياريت نجرب البروكلي وياريت نخليه برضو من حياتنا اليومية مرة تسلقه مرة تاكله طبيخ مرة المهم حطه في السلطة زي ما انت عايز وبألف هذا وشفاء وبالصحة والعافية على الجميع هنخش بعد كده على العاصفة المطرية اللي موجودة حاليا وزي ما أنا بلغت حضرتكم من يومين ثلاثة على أن المغرب اعتبارا من يوم الأربعاء ستشهد عاصفة مطرية وحاليا وأنا بكلم حضرتكم المفروض أن المغرب في معظمها نصف المغرب تقريبا زي ما انتم شايفين معايا آه فيها آه كميات امطار آه غير عادية وهتفضل آه كميات الامطار ديت آه هنقول لكم لغاية امتى وهتمتد لفين وجزء من الجزائر عندنا في سيدي بالعباس برضو جزء من الامطار وبقية آه الدول اللي تشهد اليوم آه هذه الفاعلية او فعاليات الامطار هنروح بقى على سواحل السورية ودمشق وحلب وجزء من الأردن وجزء من القدس أو جزء من فلسطين يشهد أيضا أمطار الآن وعندنا هنروح للكويت هنلاقي أن الكويت برضو تشهد أمطار الآن و هيبقى جنوب العراق سيشهد امطار الآن. طيب الفاعليه دي هتقعد قد ايه؟ والامطار ديت والعاصفه لكن كميه الامطار اللي على المغرب هتبقى اكبر بكثير من اي دوله في هذه الاوقات. طيب لو شفنا الامطار دي هتشتد فعلا هتشتد اكثر وعلى يوم الخميس هتغطي معظم المغرب وهتنتقل الى محافظات او الى اماكن اخرى كثيرة في المغرب وستظهر يوم الخميس بكثرة في الجزائر وسواحلها الشمالية وبرضو لو رحنا شفنا في بقية الدول او نصغر خريطة القمر الصناعي هنلاقي ان جنوب العراق وفي الموصل برضو امطار يوم الخميس وفي الكويت بعض الامطار وبيروت ولبنان وحلب برضو امطار وتونس هيجي لها طفيف من الامطار ولكن المغرب ما زالت العاصفة المطرية تمتد بشدة الى المغرب كده الاربعاء اليوم والخميس هتكون الفعاليات موجودة في بعض أماكن الجزائر حتى يوم الجمعة يا جماعة المغرب برضو ومراكش والرباط موجودة في بعض أجزاء الجزائر وهتبدأ الأمطار تخف عن حلب وعن لبنان وعن فلسطين وعن العراق آه ولو استنينا ليوم الجمعه ما زالت الامطار موجوده في المغرب يبقى اربع وخميس وجمعه المغرب وبعض السواحل الشماليه للجزائر آه وانتهت تماما بالنسبه للعراق وبيروت وسوريا وفلسطين والسبت زخات مطرية خفيفة جدا موجودة على سواحل الشمالية للجزائر والمغرب ستنتهي تماما بقدوم الأحد هذه الفاعليات ولكن احتمال ما بعد يوم عشرين هذا الشهر عشرين اتناشر هتبقى في ليبيا وهتخش تاني منخفض جوي على المغرب ولكن لما ناخد التقارير السليمه 100% هنبلغ حضراتكم ان شاء الله تبقى امطار خير ولكن المغرب يحذر الاربع والخميس والجمعه امطار غير عاديه وزي ما قلنا بعض الدول اللي احنا حذرنا منها لان الامطار في المغرب ستصل الى يعني بعض الاماكن ستصل فيها لدرجه السيول المطريه وامطار رعدية في بعض الاماكن الاخرى، ان شاء الله ربنا يعوض هذه الدول التي عانت الجفاف وتكون امطار الغيث والخير لهذه الدول باذن الله تعالى. نخش بقى على الخبر اللي بعد كده يا جماعه وهو خبر مهم جدا بالنسبه لاوروبا. وهنا دراسه بتقول اوروبا مقبله على كارثه وحيوانات الرجال المنويه تنخفض في العالم اللي هو درجه الخصوبه بالنسبه للرجال بتنخفض واوروبا هتخش على كارثه كبيره وده كان بتاريخ 14 12 20 22 يوم الاربعاء 14 12 20 22 هذه الدراسه وبيقول لك يبدو ان خطط السيطره على الزياده السكانيه في دول العالم الثالث ارتدت الى الدول الغربيه التي نظمت المؤتمرات ووضعت السياسات وانفقت الاموال لوقف النمو السكاني يعني اوروبا والعالم كله دفع فلوس قد كده علشان تنظيم الاسره وعشان وقف النمو السكاني في الدول العربيه والافريقيه ودول العالم الثالث، ولكن شكل الفلوس اللي رموها دي عشان يوقفوا النمو السكاني في العرب ارتدت عليهم فاصبحت المحصله الان هي تراجع الخصوبه في دول اوروبا وامريكا الشماليه. يعني بص تراجع يعني انت مهما تفكر ربنا سبحانه وتعالى بيعمل اللي في حكمته، تراجع الخصوبه في دول اوروبا وامريكا الشماليه حتى صارت شعوب الغرب مهدده بالانقراض، ودي دراسه امريكيه اوروبيه فلازم يعني نهتم بيها لان محدش جايب عليها اي فوكس او محدش مركز عليها. وهنا بيقولك الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية عن الخصوبة تشير إلى أن الغرب مقبل على كارثة ديموغرافية، ولكنها لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم تأثيرها المدمر في مستقبل الشعوب الغربية، فقد تراجع عدد المواليد عن معدل الإحلال الطبيعي. وهو اتنين واحد من عشره مولود لكل امراه في سن الانجاب يعني هما بيقولوا المفروض كل امراه في سن الانجاب تجيب طفلين على اساس ان مقابل الوفيات اللي بتحصل فهيحصل استرداد لطفلين بحيث ان الشعوب تفضل موجودة والزيادة الطبيعية تبقى موجودة ولكن تراجع, تراجع هذا وما بقاش عدد المواليد بكده بل قل بكتير وتشير اخر احصاءات الامم المتحدة عام 2022 الى انخفاض معدل الخصوبة في امريكا الشمالية الى واحد من عشرة وفي اوروبا الى واحد وفي استراليا ونيوزيلندا الى واحد من عشرة وفي امريكا اللاتينية الى واحد من عشرة يعني تقريبا خسروا أكثر من الربع في ال في الخصوبة بتاعة الرجالة أما في أفريقيا فتشير الأرقام إلى ارتفاع المعدل حيث بلغ متوسط المواليد 4.2 من عشرة يعني المعدل العالمي 2 وهم قالوا عليه بقى واحد ونص ولكن أفريقيا زادت الضعف بقت 4.2 من عشرة وفي الشمال الأفريقي حيث تقع الدول العربية بين المع... يبلغ المعدل 3 وهو معدل يعني بقاء حيويه سكان القاره مقابل شيخوخه الاخرين وحتى اسيا التي كانت تسبق الاخرين في قفزات النمو السكاني فهي تتعرض الان لانتكاسه بسبب اجراءات السيطره وتحديد النسل، فالصين التي فرضت سياسه الطفل الواحد منذ عام 80 حتى عام 2016 قررت التراجع وسمحت بثلاثه اطفال للاسره للحفاظ على قوه العمل، وكوريا الجنوبيه كذا وكذا وكذا، وعطوا كمان مكافئات عشان يشجعوا النسل في في الدول الاسيويه وهنا حذرت دراسه حديثه من الانخفاض المستمر للحيوانات المنويه للرجال في القارات الست الذي اللي هو الحيوانات المنويه للرجال اللي هو معدل خصوبه الراجل ان الرجال خصوبتهم قلت جدا جدا على مستوى العالم بقى في كل القارات بيقول لك الذي بلغت وتيرته خلال العقود الخمسه الاخيره نحو 51% يعني خصوبه الرجال في خلال الخمسين 50 سنه اللي فاتوا قلت بنسبه 50% يعني لو كان في مليون رجل موجودين وعملوا عليهم الدراسة هتلاقي ان من خمسين سنة كان المليون رجل كلهم قادرين على الانجاب وعلى الخلفة وخصوبتهم عالية ولكن دلوقتي بعد خمسين سنة المليون رجل دولت لو جمعوهم هيلاقوا واحد وخمسين في المية يعني نصهم فقط هو القادر على الانجاب وعنده خصوبة واشارت الى ان الانخفاض الاكبر والاسرع والمثير للقلق منذ عام 2000 يعني من عشرين سنه يجري في امريكا واوروبا واستراليا بالذات يعني اوروبا هي معدل خصوبه الرجل ده هو اللي اثر عليها في انخفاض المواليد وبالتالي هم بقى في كلام كتير ولكن يعني بيقولوا ان لازم العالم كله ينتبه لان لو وصلنا بعد عشرين ثلاثين سنه هنلاقي اوروبا شعوبها بتنقرض ومفيش قوه للعمل ومفيش قوه لل للحروب والجيوش وكلام من ده وبالتالي اوروبا في خطر جدا ودخل على كارثه هي مش حاسه بيها وان لازم اوروبا تعيد النظر وتبص لهذا الموضوع ويعملوا عليه فوكس علشان ينتبهوا الى الكارثه القادمه لهم وده طبعا دراسه كبيره ودراسه مش عاديه ولكن العالم كله مش باصص لها قوي حاليا ومش فاهمين ليه او ايه الاسباب او كده. نخش بقى لاحتفال اليوم ونخش لمباراه اليوم اللي ان شاء الله قلنا وبنقول وهنقول مبروك مقدما للمغرب ودعائنا الكامل 100 مليون مصري يدعو الي منتخب المغرب منتخب اسود الاطلس منتخب السد المنيع كلنا وكل دعوات العرب مش مصر بس كل العرب وكل افريقيا تدعو الى المغرب اليوم وان شاء الله نشاهد المباراه مع بعض المباراه هتبقى الساعه التاسعه بتوقيت جمهوريه مصر العربيه والساعه السابعه بتوقيت جرينتش حضرتك هتزود او هتنقص حسب انت قد ايه بلاس كام على توقيت جرينتش يعني توقيت جرينتش الساعه 7 وفي مصر احنا بلاس 2 فهنبقى الساعه تسعة في بتوقيت جمهوريه مصر العربيه ولكن هنا جايبين ان الكمبيوتر اللي بيتنبا قال كلمته وان جوجل اللي بيتنبا قال كلمته على مباراه اليوم احنا مش هناخد ده لان طبعا العلم عند الله دايما والغيب عند الله دايما ولكن نشوف الغرب عايز يقول ايه وده مش هيحبط من معنوياتنا لان المغرب ما كانش في توقع نهائي انه يوصل لهذا الفوز الذي حققه والمغرب حقق فوز تاريخي حتى ان فاز او لم يو او لم يوفقه الحظ فاحنا بنقول ان المغرب بطل الابطال في الكره الافريقيه امام العالم كله. ولكن هنشوف هم عايزين يوصلوا رسالة لإيه وهذه الرسالة هناخدها على سبيل أي حاجة لمجرد هم كلام بيقولوه ونشوف ايه اللي عايزين يقولوه هنا يواجه فريق, فريق المنتخب المغرب او المغربي اليوم الاربعاء نظيره الفرنسي برسم نصف نهائي كأس العالم ولم تحدث يا جماعه نهائيا حيث يسعى الفريقان الى ضمان بطاقه العبور الى النهائي ومواجهه الارجنتين وهنا نصف النهائي الذي يشهد لاول مره فريقا عربيا وافريقيا سيقام على ملعب البيت في قطر في تمام الساعه 7 بتوقيت جرينتش من مساء الاربعاء اللي هو 14/12 وكشف موقع ذا اناليست المتخصص باحصائيات كرة القدم عن توقعاته بشان هذه المواجهه طبعا قلنا العلم عند الله وحده حيث قال ان نسبه فوز فرنسا تصل الى 64% مقابل نحو 13% لاسود الاطلس اما نسبه انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل بين المنتخبين والمرور للوقت الاضافي فهو 22% وتوقعات جوجل لم تختلف كثيرا هي الاخرى حيث منحت نسبة 62% لفرنسا و14% للمغرب والباقي علشان التعادل وطبعا هنا قمة نارية وتنتظر اسود الاطلس قمة نارية امام المنتخب الفرنسي حامل اللقب وخصوصا خط هجومه المكون من الرباعي من بابي واوليفيه وجيرو وعثمان وكل ده ولكن المدرب وليد الركراكي البطل قال يوم امس ان لمنتخب فرنسا لاعبين ذو جوده ومدربهم هو الافضل في العالم مضيفا سنحاول ان نخلق المفاجاه وهو ده اللي انا عايز اخده من كلام الركراكي زي ما قلنا في بدايه لعب المغرب ان المهمه صعبه ولكن ليست مستحيله المهمه صعبه ولكن ليست مستحيله وعشان كده لكل فريق المغرب وكل ابطال المغرب آه المهمه اليوم برضو صعبه ولكن ليست مستحيله مهما قال الكمبيوتر ومهما قال المتوقعين ومهما قال المتنبئين ولكن فريق المغرب عنده رؤيه عنده رؤيه وعنده قضيه وعنده آه مسؤولية على أكتافه وهو فاهم داخل بيعمل إيه فيا مغرب أرجوك حقق ما لم يحققه الآخرين طوال تاريخ الكرة يا ريت وندعوك وندعو لك أن تفوز وتكسر جدار المستحيل بإذن الله تعالى وقولوا معايا أمين بالفوز لفريق المغرب يا رب إن شاء الله وما تنسوش يا جماعة الدعاء للمغرب ما تنسوش تخشوا وتباركوا للمغرب خلينا نتحد في شيء واحد خلي العرب وأفريقيا والكتلة المغاربية وتونس والجزائر وكل هؤلاء ننسى كل مشاكلنا ونتحد في شيء واحد امام العالم كله. مبروك مقدما للمغرب وان لم يحالفك الحظ فمبروك ايضا لك على ما حققته ومبروك على مجهودك وانا متوقع ان نشاهد مباراه تبقى درس لمن يعشق الكره في العالم. بنهايه هذا العنوان فنكون وصلنا الى نهايه الفيديو الذي لم يتبقى فيه الا شكري لحضراتكم على وجودكم معي لهذه اللحظه بفكر حضراتكم باللايك للفيديو بفكر حضراتكم لنشر الفيديو بفكر حضراتكم بالاشتراك في القناه استنوني في فيديوهات مهمه جدا واوعوا تنسوا الدعاء للمغرب والدعاء للعالم، اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والحروب، وانزل رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين وقولوا امين، و اللهم وفق المغرب في مباراته اليوم بإذن الله تعالى وقولوا معايا امين. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام ختام على الجميع.